شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مقر الحكومة بالعالمين الجديدة التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. يأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والعمل على تنفيذ خطة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام باستهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في القطاعات الاقتصادية كافة.